بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع تلفزيون الحياه. النهارده نعمل لكم حاجات نتمنى ان هي تعجبكم يا رب، ودايما نكون عند حسن ظنكم. النهارده هنعمل سلطة رائع، خفيف وكمان صحي ودايت. مقاديره بسيطه جدا، هو كل الماده الدهنيه اللي فيه زيت زيتون، ولكن زيت الزيتون من الحاجات اللي هي غذائيا رائعه، وكمان ما بتعملش كوليسترول ولا بتعمل الحاجات المضره. تعالوا مع بعض نشوف سلطه الارنبيط بالتفاح والبنجر. سلطه الارنبيط بالتفاح والبنجر، انا عندي ثمره ارنبيط صغيره خدناها قطعناها قطع صغيره وسلقناها، وهقول لكم سلقناها ازاي. عندنا مفيش بروكلي، ده ثمره ارنبيط صغيره. عندنا كمان ثمرتين من التفاح الاخضر الفرنسي، هوريكم شكله دلوقتي لما نرجع، لان في تفاح سوري وفي تفاح ايطالي وفي تفاح لبناني وفي تفاح فرنسي. ثلاثة الأربعة دول شبه بعض، التبهت الأربعة دول شكل بعض، عشان كده الفرنسي ده بيبقى طعمه مزز شوية وصحي للغاية. عندنا ثلاث ثمرات من البنجر المسلوق والمتقطع، ومعلقتين عصير ليمون، وأربع معالق زيت زيتون، ومعلقتين بقدونس، وثمرتين من البصل الأخضر المفروم. هرجع تاني أقول المقادير عشان تكتبوها، لأنها سلطة قوامها الغذائي صحي جدا، دايت جدا. آدي التفاح الأخضر أهو شايفينه، ده الفرنسي لونه ده وشكله ده، هو ده، الله ينور يا شريف. عندنا كمان ثلاث ثمرات من البنجر متقطعين مكعبات، يبقى احنا قلنا ثمرتين من التفاح، ثلاث ثمرات من البنجر مسلوقين ومتقطعين، وواحده ارنبيط صغيره، ومعلقتين من عصير الليمون، واربع معالق زيت زيتون، وعندنا بصلتين اخضر، بصلتين خضر مفرومين اهم، ومعلقتين من البقدونس. عايز اقول حاجه بقى هنا، احنا ما بنتكلم على سلق الارنبيط، الارنبيط له ريحه نفاذه، يعني لو حد معدي في الشارع وحد بيسلق ارنبيط او كرنب هيشم ريحته. عشان تمنع الريحه دي من البيت، حط في ميه السليق شويه ملح، وحط كمان نص معلقه كمون، هتمنع ريحه الارنبيط خالص او الكرنب واحنا بنسلقه. وعشان كده انا بتكلم علشان الريحه تتمنع ساعه السلق دي، يعني في ناس تخش البيت تشم ريحه الارنبيط يبقوا مش عايزين يقعدوا في البيت، لكن عشان تضيعوا ريحه السلق دي حط شويه كمون صغيرين. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هات لي البوله كده يا احمد. اول حاجه هنعمل الدريسنج اللي هو صوص التتبيل. عندي طريقتين لغرف الطبق. لو احنا هنغرف في طبق فلات يعني مفتوح، هنتبل كل حاجه لوحدها، هنتبل كل حاجه لوحدها، ونحط دايره من الارنبيط، دايره من البنجر، دايره من التفاح، والبقدونس والبصل على الوش، والدريسنج على الوش. لكن لو هنغرف في طبق غويط زي ده كده اهو، هنقلب كله مع بعضه. فشوفوا انتوا عايزين اي طريقه، انا طبعا عارف لكم بالشكل الجمالي التاني اللي هو كل حاجه لوحدها، عشان كده هات لنا طبق يا احمد مدور كبير عشان نحط كل حاجه لوحدها. اول حاجه هنعمل الدريسنج، هنحط عصير الليمون وعليه زيت الزيتون، ايوه اهو، وهنقلب شويه ملح وشويه فلفل، ونضرب الخليط ده كله مع بعض لغايه ما يدوب ويعمل دريسنج. اظن مفيش ابسط من كده، خل قصدي ليمون وزيت زيتون وشويه ملح وشويه فلفل، بنقلبهم مع بعض. هنيجي نعمل ايه بقى؟ نجيب معلقه زي ما قلت عشان نعمل شكل جمالي كده، انا كنت هعمله كله مع بعضه. هناخد واحده بس كده من دي وقطعه صغيره اهو. هنجيب طبق الغرف، طبق الغرف اهو، وهنجيب بوله ثانيه، وبعدين ناخد الارنبيط كده اهو، نحط عليه كميه من صوص التتبيل ده. لو عايزين تعملوه بشكل جمالي، عايزين تعملوه بقى سلطه كده هتتاكل، لو انا قاعد لوحدي في البيت مش مستاهله بقى ان انا اعملها باشكال يعني اهو. وهناخد شويه من البقدونس وشويه من البصل، ونقلب ده مع بعضه كده، ونعمل دايره كبيره في الطبق كده بالارنبيط. عايزين ترصوه رصوه، بس المهم تعملوا دايره كده تفتحوها من الارنبيط كده. بعد ما عملنا الدايره الاولانيه، هناخد مكان ده البنجر، نفضي كده
اهو، ونحط عليه برضو شويه من صوص التتبيل، وبعدين نحط عليه شويه من البقدونس وشويه من البصل الاخضر ونقلب. في بقى ملحوظه الاهم بقى اللي انا هقول لكم عليها دي، لما نيجي ناكل السلطه دي ناكل كله مع بعض ومش ناكل كل حاجه لوحدها، يعني مش طبعا عشان انا ما بحبش القرنبيط ما اكلش مثلا القرنبيط، لا ده لازم عشان القيمه الغذائيه توصلني هاخد معلقه من البنجر مع معلقه من القرنبيط مع معلقه من التفاح واكلهم اهو. عشان كده هناخدهم مع بعض كده. يا ام محمد. ايوه. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك ازيك. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه. ربنا يبارك في عمايلك يا رب، شاكرين خالص. الله يخليكي، ربنا يكرمك يا فندم، تحت امرك. لو سمحت عايز اعرف دلوقتي النهارده الله يخليك. اللي هي يا فندم؟ عامل الجمبري والكاليماري. متحمر يعني؟ مش عارف، انا هو جاني النهارده مش عارف اعمله. حاضر من عينيا. حاضر دلوقتي الله يخليك. حاضر من عينيا يا ام محمد، تحت امرك. كلاماري وجمبري، حاضر من عينيا. شايفين احنا عملنا ايه؟ خدنا طبقه دايره من القرنبيط، دايره من البنجر، هناخد التفاح بقى علشان خاطر مش مكان البنجر، هنحطه مع بقيه صوص التتبيل، مع البصل، مع شويه البقدونس. وزي ما قلت التفاح ده مختلف عن التفاح التاني، التفاح التاني مسكر لكن ده فيه مزازه، عشان كده ممكن يتاكل لوحده كده يعني. ده يا سلام كده اهو، لما نحط عليه شويه البصل ونحط عليه شويه الدريسنج اللي هم عصير الليمون وكمان البصل الاخضر وعصير الليمون والبقدونس وزيت الزيتون، يتاكل كده لوحده. شايفين مش هحط اكتر من كده اهو. ده الطب شكل الطبق. لو عايزين بقى تعملوا ميكس، انا مخلي شويه من ده مع قطعتين من البنجر، وهجيب طبق صغير اغرف فيه شويه كده، طبق اللي هو الاندرلاين يا احمد اهو، عشان تعرفوا شكل الطبقين مختلفين في الشكل اهو. لو احنا هنقدم بقى في عزومه او عندنا حفلات هايتي اللي هي بيبقى حفلات التعارف، لو مثلا واحد جاي يتقدم لبنتنا مثلا فمع عيلته، ممكن نقدم بالشكل ده كجمالي، شكل جمال اهو. انت ايه عندك خطوبه؟ عندك خطوبه قريب ولا ايه؟ ايوه انا عارف، ما هو يعني بس يعني بولادك. اه خلاص. ناخد بقى بس حتتين من البنجر دول هنا، نحطهم هنا على الوش اهو. ده شكل الطبق التاني. يبقى احنا عملنا لكم شكلين مختلفين اهو. عايزين تغرفوه كده، عايزين تغرفوه كده بالهنا والشفا. هنجيب بس قطعه صغيره من الكرنب الاحمر ده كده، نحطها او نحطها هنا زي ما انتم عايزين. ده شكل الطبق بعد ما خلصناه. يا رب يعجبكم، صحي للغايه. جربوا السلطه دي هتعجبكم جدا، وكمان علشان اسامه صايم النهارده فاحنا عاملينها له مخصوص يقدر يتغذى بيها شويه. خليكم معانا لبعد الفاصل، هنشوف طبق من الكفته مع الفراخ والبطاطس، بس بعد الفاصل. بعد ما عملنا مع بعض السلطه اللي مكوناتها قرنبيط وبنجر وتفاح اخضر فرنسي اللي هو المزز، موجود في كل السوبر ماركت ومش غالي قوي يعني، طعمه حلو جدا في السلطه، تجربوه. تعالوا مع بعض نعمل الكفته بالصوص الاحمر والبطاطس، كفته بصوص احمر وبطاطس، وهنقدمها مع الرز بالشعريه. اول حاجه عندنا 750 جرام من اللحم الاحمر المفروم، 750 جرام من اللحم الاحمر المفروم، وربع كيلو من صدور الفراخ المفرومه، ربع كيلو من صدور الفراخ المفرومه، ونص كيلو، نص كيلو من البطاطس المتقطعه مكعبات، وعشان تسهيلا للوقت بالنسبه لنا احنا شوحناها شويه كده عشان تبقى نص سوا. عندي كمان خمس فصوص ثوم،
ونص كوبايه بقسماط، معلقه بهارات، ورشه قرفه، ورشه جوزه الطيب، ورشه حبهان. عندنا كمان 2 كوبايه من عصير الطماطم، و2 معلقه دبس رمان، وهنقدمها مع الرز بالشعريه. هنعمله برضو قدامكم على الطبيعه. هقول تاني المقادير علشان تكتبوها. اول حاجه عندنا كيلو الا ربع من اللحمه المفروم، كيلو الا ربع من اللحم المفروم، وربع كيلو من صدور الفراخ. عندنا كمان نص كيلو من البطاطس متقطعه مكعبات، واحنا شوحناها في حته زبده كده عشان تبقى نص سوا. عندي 5 فصوص ثوم، ونص كوبايه بقسماط، معلقه بهارات، ورشه قرفه، ورشه جوزه الطيب، ورشه حبهان مطحون. عندي كوبايتين من عصير الطماطم، ومعلقتين دبس رمان، هنقدمه مع رز بالشعريه. اول حاجه هنعمل كفته اللي جنب البطاطس ده، ده الفراخ المفرومه. مين معانا؟ يا استاذ محمد. ازيك يا شيخ؟ الو الو. ايوه يا استاذ محمد، ازيك؟ اخبارك يا شيخ؟ انا بخير والله الحمد لله يا حبيبي. تمام الحمد لله. انا كنت تعبان والله ليا يومين ما اتصلتش بيك. لا الف سلامه عليك يا محمد، الف سلامه. الله يسلمك يا شيخ، الف سلامه يا حبيبي. برضك ما جيتش لقصر يا شيخ. ايوه بقول لك برضك ما جيتش لقصر. الصوت بعيد شويه يا محمد. لو ان شاء الله يا حبيبي، والله بتمنى. تخيل يعني نفسي والله العظيم اروح الاقصر واسوان قريب ان شاء الله. بشكرك على اتصالك. مالكش سؤال يا محمد؟ اعرف طريقه المكرونه. المكرونه حاضر. اي مكرونه ولا عايز مكرونه معينه؟ الو. طب يا حبيبي انا بشكرك على اتصالك، وهقول لك على اي طريقه للمكرونه. احنا حطينا هنا الايه؟ حطينا اللحمه المفرومه على لحم الدجاج. هنحط القرفة وجوزة الطيب والحبهان وكمان البهارات، وهنحط هنا نص كمية الثوم، حوالي 3 فصوص ثوم، وكمان هنا نص كوباية البقسماط، وهنقلب كل ده مع بعضه لغاية ما تبقى عجينة متماسكة. ده الكفتة بتاعتنا جديدة خالص اهي. مين معانا على التليفون؟ يا مدام سهير. ايوه يا شيخ. الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيكي. لو سمحت يا شيف يسري، كنت عايزه اعمل صدور فراخ النهارده بس بطريقه ثانيه غير البانيه. يعني عايزاها بصوص مثلا؟ يا ريت، بس صوص زي الكبده كده، زي لما حضرتك بتعمل. لا انا الصوت بعيد شويه يا فندم. ايوه يا شيف. اتفضلي يا فندم. زي صوص الكبده كده يا شيف. زي صوص ايه؟ زي صوص الكبده. الكبدة يا شيخ. الكبدة؟ الكبدة ايوه. لا ازاي هيبقى زي الكبدة؟ يعني الكبدة بتاخد حاجات تانية مختلفة. انا هقول لك على صدور فراخ حاضر من عينيا بطريقة كويسة ان شاء الله دلوقتي بعد ما نخلص الكفتة بتاعتنا دي. شايفين انا معمولها مع بعضها ازاي؟ هقول تاني مقادير الكفتة دي عبارة عن ايه؟ لحمة مفرومة، صدور مفرومة، نسبة 1 إلى 3، وبعدين 3 فصوص ثوم، ورشة حبهان، ورشة قرفة، ورشة جوزة الطيب، ومعلقة بهارات، وشوية ملح، وشوية فلفل. شايفين الكفتة بقت عاملة ازاي؟ هنحط على النار طاسة عشان نشوح الكفتة، والمقادير قدامكم اهي عشان تكتبوها. وهنعملها كفتة كبيرة. يعني ايه كفتة كبيرة؟ يعني حجمها كده عاملة زي حباية بتاعة عين الجمل، زي حباية عين الجمل الكبيرة اللي بقشرها. شايفينها؟ مين معانا؟ يا مدام منى. الو. اهلا بحضرتك. يا مدام منى. اهلا بيك لو سمحت. يا مدام منى يا ريت حضرتك تعلي صوتك شويه علشان خاطر، او توطي التلفزيون عشان اقدر اسمعك. كبر شويه. ايوه يا شيخ لو سمحت، عندي طريقه الشاورما. الشاورما حاضر، حاجه تانية؟ ايوه، والفراخ المشويه. وايه يا فندم؟ الفراخ المشوية. الفراخ المشوية. حضرتك ما اتفرجتيش على حلقة امبارح؟ لا. طيب حاضر، هقول لك على فراخ مشوية عملناها امبارح، كانت حكاية يعني الناس عجبتهم قوي. هنتكلم على كل الحاجات دي، بس يا ندى اكتب لنا الأسئلة علشان بس مش عارف أكتب. شكرا يا ندى، ربنا يخليك. كده أهو زي ما قلنا بنعملها كفتة كبيرة كده.
الحمد لله على السلامة. معلش بقى يا أسامة أنت صايم بقى فسامحني. أنا بكرة هعمل لك أكلة صيامي حلوة أوي. ماشي. تتغدى مع الشيف يوسف. كده الكفتة هناخدها وناخد بقى هنا حتة زبدة صغيرة وشوية زيت صغيرين ونروح على الطاسة وناخد نشوح الكفتة بتاعتنا دي. شوفوا بقى الحركة اللي هنعملها دي، أول ما بنحطها في النار بنهز الطاسة كده. ليه؟ لو إن أنا لو حطيت وسبتها هتلزق معايا، فلازم نهزها كده عشان تاخد عملية زي ما بقول نتشوك. أهو. مين معانا؟ مين؟ يا مدام فاطمة. ألو، السلام عليكم يا شيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسلم إيدك على الحاجات اللي بتعملها. الله يخليكي، ده من ذوق حضرتك. الله يكرمك. أنا بتابع على طول يعني وبعملها. أشكرك، ربنا يكرمك يا رب. أنا عايزة منك طلب يا شيف يوسف. اللي هي يا فندم؟ أنا عايزة منك طلب. اتفضلي يا فندم. الله يخليك، أنا عايزة كريم كراميل يتعمل عمل والنبي قدام. الإيه؟ أنا مش سامع حضرتك يا أسامة. الله يخليك يا رب. تعالي اسكتي. يتعمل عملي. عايزه كريم كراميل عملي؟ اه يا ريت والنبي يا شيف يوسف. حاضر من عينيا. معلش يا شيف يوسف. لا يا فندم حاضر، اوعدك اعمله لك الاسبوع الجاي. حاضر، تحت امرك تحت امرك، احنا طبعا في خدمتكم يعني. بشكر حضرتك على اتصالك وهعمله لك ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. يا مدام سوريا. صباحي. الو. صباح الفل يا مايسترو. واللي الشكر اللي سمعته امبارح مش كفايه. يا رب يخليكي. لازم تاخد كمان شويه شكر زياده. ربنا يكرمك. ربنا يخليكي. انت ممتاز. ربنا يخليكي. حضرتك دكتور سوريا؟ الصحه والعافيه. الله يكرمك. حضرتك دكتور سوريا؟ كنت بسال بس هل لازم اضيف فراخ المفرومه ديت ولا اللحمه لوحدها كفايه؟ هي فراخ مفرومه مع لحمه مفرومه. صدور فراخ. صدور الفراخ. جديدة خالص وطعمها حلو قوي، وزي ما انت شايفة كده بقت متماسكة، هتديني نكهتين مختلفين جوه الأكلة بتاعتنا. ليكي حاجة تانية يا فندم؟ أسئلة تانية؟ شكرا، ربنا يخليك. يا رب يخليكي، ما تحرمش من حضرتك ومن سؤالك ومن كلامك الجميل يا دكتور سوريا. تعالوا بقى نحط بعد ما خدت اللون ده كده، مش عايزين يعني نخليها تبقى لونها محروق، نحط بقية الثوم. التوم ده حساس جدا، علشان كده هناخد قبل ما ننزله تحت كده في الطاسه نكون محضرين صلصه الطماطم اهو. يا دوب التوم يتقلب شويه مع الكفته، ننزل بصلصه الطماطم وننزل بدبس الرمان وناخد الخليط ده بقى كله ونروح على فين؟ على الحله بتاعتنا الصغيره او الكزرونه دي، ونقفل عليهم شوية لمدة 5 دقايق مع بعض يغلوا كده بالغطا. بعد ما بيغلوا معانا ويتماسكوا هنحط عليهم البطاطس بتاعتنا دي لمدة 3-4 دقايق. وتعالوا مع بعض سريعا كده نعمل الرز وبعد كده نستأذنكم في فاصل سريع. أنا عندي هنا حلة وعندي هنا رز، نص كيلو من الرز وربع كيلو من الشعرية. أنا بحب الشعرية كتير جوه الرز. هناخد شوية زيت وزبدة. هات ميه يا احمد، شويه زيت وشويه زبده، وبعد كده الشعريه عندي متحمره او متحمصه في الفرن زي ما تحبوا يعني. هنزل اول حاجه بالرز اهو، احنا حطينا معلقه زبده ومعلقه زيت اهو، ونقلب وندي شويه ملح بتوعنا ونقلب، وبعد كده ننزل بالشعرية المحمرة أو المحمصة في الفرن، أظن مفيش أسهل من كده، ونقلب شوية على بال ما الرز يسخن. طبعًا في بناتنا كتير جدًا صغيرين متجوزين حديثًا عايزين يعرفوا طرق لعمل الرز ولعمل الرز بالشعرية وعمل حاجات كتير جدًا، فهذه طريقة منهم أهو سهلة جدًا. هنحط المية ونسيبه، نسيبه لما يستوي معانا وبعدين نوريه لكم
بعد ما نستأذنكم في فاصل سريع. كل اللي هعمله في الفاصل ان انا هحط البطاطس على الكفته علشان خاطر على بال ما الرز يستوي نحطها معاه. لما نرجع هنعمل قرع عسل بطريقه جديده خالص، خليكم معانا. خلصنا الكفته، شايفين شكلها عامل ازاي؟ استوت، هناخدها نركنها على جنب على بال ما الرز بتاعنا يتشرب شويه اهو، شايفين؟ والبطاطس استوت كمان، لان احنا مشوحينها ثلاث ارباع تسويه. جربوا الاكل ده تعجبكم جدا. هنرفعها كده ونخليها على جنب علشان خاطر نيجي نغرفها. النهارده هنعمل بقى قرع عسلي بس بطريقه سلسه سهله جدا، ما فيهوش ماده دهنيه، ما فيهوش ماده دهنيه، عشان كده هتلاقوه خفيف شويه الا من شويه كريمه على الوش للتجميل. مقاديرنا بسيطه جدا، انا عندي كيلو من القرع العسلي متقطع مكعبات اهو، وعندي نص كيلو من السكر، ورشه فانيليا، ورشه فانيليا، وكوبايه من المارشميلو الصغيره، كوبايه من المارشميلو الصغير، وكمان كوبايه من الزبيب المنقوع في الميه، وعندنا كوبايتين من الكريمه المخفوقه، كريمه لباني مخفوقه بدون سكر. هقول تاني المقادير علشان خاطر تكتبوها. اول حاجه كيلو من القرع العسلي، نص كيلو من السكر، وكوبايه زبيب منقوع، وكمان كوبايه من المارشميلو، ورشه فانيليا. تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد ما كتبت المقادير. هناخد القرع العسلي مع السكر نقلبهم اهم، ونحطهم مع بعض على النار. طبعا الطاسه سخنه، احنا اول ما حطيناها شايفين الطاسه دي، هنقلب بقى كده سريعا علشان خاطر يسيح معانا السكر، ونسيبهم لغايه ما يستوي القرع العسلي خالص. ده اول حاجه. على بال ما يستوي هناخده نبرده، ناخده نتلجه خالص، هيبقى عندي بالشكل ده اهو، شايفين؟ بالشكل ده. وريكوا تاني شكله عامل ازاي، مكعبات اهي زي ما هي، سليمه سليمه بالشكل ده، بس فيها السكر بتاعنا والكراميل. اللي انا هضيفه بعد ما يغلي معايا ويخش في السوى رشه الفانيليا عشان يبقى مطعم بريحه الفانيليا. خلاص، بعد ما خلصنا هننقل ده على مكان هادي كده شويه عشان ما يتحرقش معانا، ونيجي نغرف الحلو بتاعنا. اظن بقى ما فيش اسهل من كده، بعد ما يبرد معانا يبقى بالشكل ده اهو. قطع قرع العسل اهي، شايفها يا عم شريف؟ بالهنا والشفا، هتاكل حقك دلوقتي ما تقلقش. لو انتوا عايزينها بقى، لسه هقوله اهو يا اسامه، لو عايزينها صيامي حطوا عليها الزبيب فقط، حطوا عليها زبيب بس. لكن لو مش عايزينها صيامي هتحط عليها المارشميلو، وهنحط عليها الكريمه المخفوخه. يعني هي تنفع كده وتنفع كده، بس هنشيل من عليها المارشميلو لانه بياخد بياض بيض، وهنشيل الكريمه المخفوخه لانها كريمه لباني. هنجيب اطباق الغرف اهو في كاس زي ده كده مثلا اهو، ده المارشميلو ده موجود في الاسواق، في منه الوان وفي منه صغير وفي كبير. ممكن نغرف في بولات زي دي، او في بولات زي دي، او في كاسات، او اللي انتوا عايزينه، في اطباق زي ما تحبوا. طبعا احنا اهو هناخد بوله يا احمد من فضلك. الاول نصفي الزبيب من الميه. يا استاذة علياء. الو. استاذة علياء. الو. اهلا بحضرتك. ازيك يا شيف؟ الو. الو. يا اسامة من فضلك عايز الصوت شوية. اتفضلي يا استاذة علياء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ انا بخير والله، طول ما انتم بخير ربنا يخليك يا رب. اسأل، عايز طريقة عمل الكيك الشوكولاتة. ايوه. والبيتزا. والايه؟ بيتزا. والبيتزا حاضر. ممكن الكاتشب لو سمحت. والايه يا فندم؟ كاتشب. والكاتشب حاضر حاضر. انا هخلي بس شويه كده اهم، هات لي كده طبق صغير او بوله صغيره اهم، اهو اهو كده، بس عشان خاطر اسامه حبيبي اهو. قبل الغرف اهو، وبعد كده هنقلب كل ده مع بعضه كده اهو. حطينا الزبيب، حطينا المارشميلو، حطينا القرع العسلي اهو، ابتكار جديد جدا في القرع العسلي. طبعا بيجي لنا اسئله كتير جدا نعمله ازاي، وهناخد الخليط ده كده نحطه الاول في الكاسات اهو. بعد ما حطينا كده في الكاسات
اهو ناخد الثانيه برضو اهو. بصوا بقى يعني لو حبيتوا بدل الكريمه اللبان المخفوقه تحطوا قشطه اللي هي الساور الفلاحي هيبقى اجمل اجمل بكتير، علشان خاطر المزازه الموجوده جوه الساور كريم هتدينا طعم حلو قوي. تعالوا نجمل دي بعد ما خدناها كده بشويه الكريمه. حاضر يا ابو علي. ازيك يا شيف؟ ازيك يا ابو علي؟ الحمد لله. الو الو، ازيك يا شيف عامل ايه؟ ايوه حبيبي ازيك. الله يشوف على الحاجات الجميله اللي انت بتعملها. ربنا يخليك، ده من ذوقك يا حبيبي الله يكرمك. شيف كنت عايز بس اسال عن طريقه السمك الشخور. اللي ايه يا فندم؟ السمك البوري. البوري حاضر من عينيا. حاضر تحت امرك. بشكرك على اتصالك. حط شويه رشه قهوه مركزه. هناخد بقى في البولات الصغيره دي ونحط شويه اهو اهو. على فكره انا الاسم اللي سمعته فيه سمك، في اماكن بيقولوا على السمك الماكريل بلاميطه، وفي اماكن بيقولوا على السمك الماكريل شخوره، علشان خاطر الاسم اللي احنا سمعناه ده محدش يفتكر انه حاجه مش كويسه. في ناس بتقول على السمك الماكريل سمك الماكريل يا اما شخوره يا اما بلاميطه، في ناس بتقول عليه كده وفي ناس بتقول عليه كده. لا انا اللي اعرفه. ايوه الاسمين بيقولوا الاسمين يا اسامه. هنقول برضو على سمك الماكريل نعمله بطريقه ان شاء الله. حاضر هناخد كده نجمل برضو بالكريمه اهو اهو، ونجمل بالكريمه عشان نكسر بقى لون الكريمه دي. نحط رشه من القهوه المركزه. شايف يا عمي عم شريف؟ تعالوا بقى نبص على الرز بتاعنا اخباره ايه بعد ما خلصنا وبالهنا والشفا. طبعا شايفين الحاجات دي حلوه قوي كده. الرز اهو شايفين، ادي الرز استوى قدامنا اهو كله على الطبيعه، كله زي ما بيقولوا كله مكتوب في الدفتر. فاكرين الفيلم ده؟ اهو رز قدامنا بشعريه مفلفل اهو قدامنا، هناخده علشان نغرفه. سوري يا عم شريف معلش. اهو يا استاذ سيد. ايوه فندم. ازاي حضرتك؟ منور الشاشه. ربنا يخليك يا سيد بيه. والله انا يعني سعيد جدا ومن الناس المحبين جدا لهذا البرنامج. الله يخليك يا استاذ سيد. يعني بحضراتكم وذوقكم يعني. الله يكرمك يا استاذ سيد، ربنا يعزك يا رب. ولكن ليا بعض الاقتراح. اتفضل يا فندم. احنا انا شايف البرنامج ده اللي هو يعني كان في نخبه من الشيفات، خدت بال حضرتك؟ اتفضل يا فندم. ليهم شعبيه كبيره جدا لدى الصغار قبل الكبار. الله يخليك، ربنا يكرمك. الله يخليك. هل ممكن الشكل اللي احنا بنشوفه في البرنامج نخليه في نطاق غير روتيني كده قريب يا فندم؟ قريب. اوعدك ندعو الناس من خلاله او الاطفال. استاذ سيد اوعدك هيبقى قريب في تقريبا الخط قطع، بس انا كان نفسي اسمع كلام حضرتك كله. قريب قوي هيبقى في تغيير في شكل البرنامج، اوعدك ان شاء الله. وافكارك دي هتبقى موجوده وافكار فنيه جديده خالص، وبوعد حضرتك بكده ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله. هنقول بقى دلوقتي يا احمد الرز، نغرف شويه رز ونحط الكفته عشان خاطر نغرفهم ونوريهم لحبايبنا. عايز اجاوب على الجمبري والكلماري لانه بنفس الطريقه. قبل ما ناخد الفاصل هنجيب الجمبري نقشره لو مش متقشر، ونشيل السلسله اللي في الظهر، هنتبله بشويه من عصير الليمون وشويه ثوم وشويه كمون وذره ملح صغيره، وبعد كده هنغطسه في دقيق وبعدين ميه ونحمره في الزيت. بعد ما يتحمر في الزيت نطلعه ما يقعدش دقيقتين ثلاثه في الزيت، ونطلعه من الزيت ناكله. كذلك الكلماري بنفس الطريقه، هنحطه في الدقيق ونحمره. بعد الفاصل هنجاوب على بقيه الاسئله، ولكن شكرا، ولكن بعد فاصل سريع خليكم معانا. هنجاوب على كل الاسئله، ما عندناش حاجه غير نتلقى تليفوناتكم ونجاوب على الاسئله. خليكم معانا.
شعرية ما شاء الله بالهنا والشفا. هبحكي لكم طرفة كده جميلة بس بعد لو عندنا وقت يعني. تعالوا مع بعض نشوف الفراخ بطريقة مختلفة. صدور الفراخ هنقطع صدور الفراخ سميكة شوية زي البيكاتا، وبعد كده هنشوحها في زيت وزبدة. في نفس الطاسة هنحط بصلاية وجزراية وعود كرفس نشوحهم، وننزل عليهم بمعلقتين دقيق ومعلقتين زبدة وحوالي كوبايتين من المرق، نغليهم مع بعض. بعد ما شوحنا الفراخ وخدنا الخضار ده شوحناه وحطينا عليه المرق، هنحط عليه شوية هنصفيه وناخده نحط عليه شوية من الكريمة وشوية من المشروم، نقدمه فوق الفراخ المتشوحة بالهنا والشفا. كان عندنا سؤال عن الشاورما. الشاورما هنجيب اللحمة هنقطعها شرايح رفيعة، وبعد كده بنتبلها بنص كوباية عصير مية بصل وثلاث ارباع كوباية خل، ده للكيلو، ومعلقة بهارات وشوية ملح وشوية فلفل. في ناس بتحب تحط زبادي مفيش مشكلة، ونسيبها في التتبيلة دي لمدة ساعتين، وبعد كده تتشوح في شوية من الزيت والزبدة لو حابين. عندنا كمان نوع انواع من الفراخ المشويه. احنا امبارح جبنا فرخه خليناها وقطعناها 8 قطع وبعدين شوحناها في زيت وزبده بعد ما تبلناها ملح وفلفل وشويه من الحبهان وشويه من البصل الباودر. في نفس الوقت خدنا اربع بصلات مفرومين حطيناهم مع اربع معالق زيت زيتون او نص كوبايه من زيت الزيتون، حطينا عليهم شويه من الفلفل المفروم الفلفل الاحمر المفروم، وكمان شويه من الحبهان وشويه من المستكه وشويه من الملح والفلفل والبهارات الفراخ. بعد ما ضربناه صفيناه وخدنا الصوص الناتج ده غطسنا فيه الفراخ وشوحناه ودخلناه الفرن اتشوت معانا بالهنا والشفا. ايه تاني اسئله؟ الكاتشب والبيتزا حاضر. البيتزا كيلو دقيق، العجينه كيلو دقيق، بتحط عليه معلقه خميره، معلقه سكر، ثلاث معالق لبن باودر، كوبايه من الزبادي الصغيره، وكمان ثلاث معالق من زيت الزيتون، وبقلب كل ده مع بعض وانزل عليه بال الميه لغايه ما تلم معايا. بقطعه ست قطع او ثمان قطع تتخمر، وبعد كده افردها واسيبها تتخمر شويه كمان صغيرين، واحط عليها صوص الطماطم والتوبنج بتاعنا اللي احنا عايزينه اي حاجه والجبنه الموتزاريلا. مين معانا؟ يا استاذه نجوى. ايوه صباح الخير يا شيف يوسف. صباح الخير يا فندم، ازيك عامل ايه؟ انا بخير والله طول ما انتم بخير. انا اول مره اكلم حضرتك. وانا سعيد بتليفون حضرتك. كنت عايزه اسال حضرتك، البطاطا اللي عملتها امبارح كانت نيه؟ نيه يا فندم. نيه؟ طب ومن فضلك انا عندي وصفه بصراره حلوه، اقولها لك ولا اكلمك مره ثانيه؟ لا الصوت بس اللي راح ورجع، ما سمعتش حضرتك بتقول البصاره. طب قولي لي انا هعملها كده كده، بس قولي لي برده على طريقه جايز تكون احلى من بتاعتي يعني اكيد. عايزاك تجربها وتقول لي النتيجه. حاضر. حضرتك انا بسلق الفول من غير اي اضافات، الفول المدشوش بسلقه من غير اي اضافات لحد ما يبقى بوري. وبعد كده بجيب بصله وتومه بعملهم في زيت واحط عليهم كزبره ناشفه. وبعدين احط الفول المدشوش بعد ما بقى بوري. واضيف له ملوخيه ناشفه. ملوخيه؟ ملوخيه ناشفه. ونعناع ناشف. ونعناع حاضر. وبس كده، وتقلبهم مع بعض لما يغلوا وتغرفهم زي الكشك، وتحط عليه بطاطس بتاع بصل. بصل حاضر محمر. اوعد حضرتك، اوعد حضرتك ان انا هجربها، ولو عجبتني هعملها ان شاء الله في خلال الايام اللي جايه، عشان كله بيسال على البصاره واحنا صايمين الايام دي. لا بس الصيام ده فيه سمك. طب خلوه بقى للصيام التاني يعني. ان شاء الله. بشكر حضرتك وكل سنه وانت طيبه، وكل سنه والشعب المصري الجميل المتحد دايما طيب وبخير. وهجربها والله واوعدك واقول لك عليها، لان طبعا تعرفوا ان انا من عشاق الملوخيه الناشفه. طبعا كل الناس هتستغرب، لا لها طعم غير الملوخيه الخضراء خالص. بحب الملوخيه الخضراء وباكلها كتير جدا، لان احنا برضو عيله عاشقه للملوخيه الخضراء، لكن الملوخيه الناشفه لها مذاق مختلف مختلف، لان انا لم يعني الصعايده بيعملوها بطريقه رائعه. احنا عندنا كده في اسئله تانية. احنا جاوبنا على هنجاوب على الكاتشب سريعا، الكراميل صوص الكريم كراميل احنا هنعمله عملي حاضر من عينيا، ولكن الكاتشب اما نيجي نعمل الكاتشب هنعمل ايه؟ هنجيب 3 كيلو من الطماطم، واعتقد ان الطماطم دلوقتي رخيصه جدا، هناخدها نغسلها ونقطعها نصين
ونعصر تقريبا بجنيه باتنين جنيه يعني ما بتزيدش عن كده. بنعصر البذر اللي فيها وبعدين ناخدها نحطها على النار بدون اي اضافات لغايه ما تغلي. بعد ما بتغلي الثلاثة كيلو طماطم دول باخدهم اضربهم في الخلاط بعد ما يهدوا شويه واصفيهم بمصفى سلك رفيعه خالص واحطهم على نار هاديه تاني مع ثلاث ارباع كوبايه سكر ثلاث ارباع كوبايه خل ورشه فلفل ابيض ورشه ملح واسيبه الكميه دي لغايه ما تبقى ثلاث ارباع كيلو يعني من ثلاثة كيلو لثلاث ارباع كيلو. يبقى عندي كده كاتشب جميل جدا بالهنا والشفاء. ايه ده خلصنا؟ يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، يا رب دايما زي ما بقول نحب بعض، يا رب نكون قدمنا لكم حاجات جديده، حاجات تعجبكم، حاجات تجربوها، عشان زي دايما ما بقول عايزين يبقى جوه البيت شيء من السعاده. يعني الناس دايما بتبقى في زحمه، في اضطرابات، في حاجات، فلما الراجل طبعا يروح البيت يلاقي لقمه كويسه ويلاقي جو كويس هادي بيبقى في شيء من السعاده في الاسره. يا رب نرجع نحب بعض زي زمان. السلام عليكم.